عندك واحد المحميه من التضحيه المحميه كيجيبوا لكم هنا واحد الفوتات باش نتوما اللي كتراقبوها كيجيو نتوما كتمشي تما للتعاونيه اللي كتفك تراقب داك البحر اللي دخل شي واحد باش تجاري عليه تعيط للجندام تعيط لينا حنا دونك نتوما كتجيو تساعدكم سلطه على نتوما هاد المحميه تعطيكم نتوما الحميه ديال البلاصه تعطيكم واحد السلطه تعطيكم واحد القوه دابا انت شي واحد كيجي من بعيد ويجي يخرب لك الحيوه ديالك ما عندك ما تهضر على ديال كلشي ولكن المحميه لا صميمه كتولي ديالكم المحميه كتولي ديالكم ديال هذا اللي تحافظوا عليها وداك الشيء حنا في المراحل ديال هذه المحميه غادي نتناقشوا كما قال لك لان بزاف ديال المراحل فهمتي وغادوز اشنو غادي نمنعوا اشنو نديروا مثلا لابيش سومارين مثلا دوك اللي كيغطسوا تا هما نمنعوهم هذيك الساعه غنتناقشوا بزاف د الحوايج فهمتي اللي نتوما كتشوفوها كتضرب بلاصه اللي الهدف منها هو ان نتوما تخرج تصيد تلقى الحوت ماشي انا نحبسك ما تصيدش